الحمد لله على السلامة يا أستاذ. الله يسلمك يا طلعت. إيه كنت فين يا أستاذ كل ده؟ سواق تاكسي نصاب حرام عايز يضحك علي أنا. آه. يخمني أنا. آه. ده أنا عفيفي. يضحك علي. لا ما تجيش. تصور راكب التاكسي من مصر القديمة لمصر الجديدة. آه. عايز ياخد مني كام؟ كام؟ 5 جنيه يا طلعت. آه. أنا أدفع 5 جنيه؟ لا. من مصر الجديدة لمصر القديمة؟ لا. ليه 5 جنيه؟ انت عارف 5 جنيه مصري يعني كام يا طلعت؟ كام؟ يعني دولار ونص. دولار ونص. دولار ونص. اه. عارف يعني كام بالياباني؟ كام؟ 3 ين ويون صغير قد كده. ين صغير. عارف كام بالالماني؟ كام؟ ازفيدوشخن ان اخن ازنونويخن واخن صغير كده. عارف. مصيبة سودة. انا ادفع 5 جنيه؟ لا. ليه؟ صحيح. رحت واخد العداد وكسره. آه. والله لو اديه في داهيه اتصل بالبوليس. اتصل بالبوليس. اتصل بالبوليس. آه. ولا اسمع ولا ليه؟ تعال هنا. هو التليفون هنا بفلوس؟ ايوه طبعا بفلوس. لا بلاش. هو راح فين؟ راح فين ابن الصاب الحرامي الاولطجي؟ راح. تعال هنا يا عم. عايز ايه؟ فين العداد؟ وها العداد. العداد اهو. العداد اهو يا نصاب. انت جايب العداد معاك؟ ايوه. بحرزه. فين يا عم حق العداد؟ العداد بتاعك ما نصاب وانت نصاب. انا نصاب؟ اه طبعا نصاب. نصاب. والعداد نصاب. عرفك الفتح. ايش عرفك؟ 5 جنيه؟ ليه 5 جنيه؟ هي إيه عربيتك موديل كام؟ موديل 48. انت عارف سنة 48 كان المشوار من مصر القديمة لمصر الجديدة بكام؟ بكام؟ 4 ساخ. ايه؟ ادي شيلن وهات ساخ. الله اكبر. الله اكبر على المفهومية. والعداد ده ماله؟ بايظ. ايه شيلن واربع ساخ ده؟ بقول لك ايه؟ تحجيل حق العداد اللي كسرته ده والخمسة جنيه قبلها والا والله العظيم 3 هضربك. تضربني انا؟ اه بروح وبعمل شدادك كمان. مش مالكش دعوه انت بقى ما تتدخلش. مالكش دعوه انت. سيبه مالكش دعوه. انا اتكلم. هنضطر نظهر شخصيتنا الحقيقيه. مفيش داعي للتنكر. عسكري طلعت. افندم يا سياده اللواء. ايه لواء؟ ايوه لواء. ايوه مش عرفك؟ هتشوف دلوقتي. ايه خلاص خلاص. هنا هو اللواء كده كده خلاص. ايه هي دي بس؟ شوف خد وريني. بص خلاص. انا مش عارف. لواء كبير. امال ايه يعني لواء يا غبي؟ لواء. اتصل بالامن المركزي. اتصل بقوات الصاعقه. ايوه. وشوف البحريه اذا كانت فاضيه. تيجي ليه بس؟ انا عندي هنا كله يا جدعان. يا جدع انت ما بتعرفش مين ده؟ مين ده يعني؟ الباشا لواء كبير قوي في الداخلية. ايوه لواء في الداخلية وعميد في الخارجية كمان. وابن عمي حلاق في المنوفية. مش عايز كلام زيادة. اما هنسيبك انتوا بتخلونا نوري شخصيتنا الحقيقية. يا نصابين امثالكم هنوديكوا في داهية. فتشوا عسكري. اخرس اخرس يا مجرم يا نصاب. احنا سيبه يفتش تفتيش ذاتي. لازم. انتوا المجرمين كده النصابين بتخبوا الحاجات الخطيره في الاماكن الحساسه. احنا عارفينكم يا مجرمين. اطلع بالهولوين. الايه؟ الهولوين. يعني ايه؟ ما معكش هولوين؟ لا والله يا بيه في الكشف. ولا كوكولين؟ ولا كوكولين ولا كوكولا. اخرس يا مجرم. احكي له احنا مسكنا مين اول امبارح في الجمرك. واحد زيك مهرب دبابه ومخبيها. لو لان معدته مش مظبوطه عمل بوم مسكناها على طول. يا مجرم يا سفاح امثالكم هنوديكم في ده. اكتب عندك يا عسكري. حاضر. قول لي. نعم. انت عربيتك موديل كام؟ قلنا بيه 48. سنه 48؟ اه. ايام ما كانوا الانجليز في مصر. اه لا بس يعني انت ايه علاقتك بالانجليز؟ اعترف. والله يا بيه ما عرفت حاجه عن الانجليز. انا ما اعرفش حاجه عن الانجليز. انا كل اللي اعرفه ان انا ساعات كده اجيب شويه ملح انجليزي واحطهم في كوبايه صغيره في كوبايه ميه وادوبهم لما احب ربنا يسهل لي. اكتب يا شويش. ايوه. يكتب ايه؟ كان يتعاطى الملح الانجليزي بكثره مما ادى الى تسهيل الامور اكثر من اللازم. قد كده. وتسبب في سد جميع بلاعات المدينه وتضييق مضيق بغاز جبل طارق. اخرس يا مجرم. بغاز ايه يا بيه؟ انت اللي ضيقت البغاز. انا وهنسيبك. قول لي.
قلت عربيتك موديل كام؟ عربية 48. يعني قاعد تتفرج على الانجليز وهم مستعمرين مصر في الوقت ده؟ اتكلم يا مجرم. انا كنت راجل فدائي. فدائي يا مجرم. اه وطني. وبتس... انا ياما حاربت الانجليز وعملت اعمال فدائيه. كنت بتركبهم التاكسي بتاعك يا نصاب يا خائن للوطن وتوصلهم هنا وهنا. اخرس، احنا كنا مراقبينك من يوميها. اخرس. اكتب اكتب عندك. يدفع مبلغ الراجل الاتصال بالانجليز. انجليز؟ ليه؟ وعلى راسهم السيد جون ميجور. ايه جون ميجور ده؟ رئيس وزراء البرتغال. اكتب مالكش دعوه خالص. كله لازم يجي اجتمع هنا ويشوف المجرم النصاب ده عمل ايه. شوف يا بيه، انا عوضي على الله في العتاد اللي اتكسر ومش عايز حق البنتين، بس سيبنا روح لعيالي على المعروف. روح. انت فاهم انك تضيع وقت لواء كبير في المخمرات يعني؟ ايه؟ مخمرات؟ ها؟ مخمرات؟ المفروض ما نقولهاش مظبوط يا غبي. ليه يا بيه؟ ليه؟ سهل انك تضيع وقت واحد لواء زي. اكتب اخلينا سبيله على شرط انه يدفع مبلغ 60 جنيه. ليه يا بيه 60 جنيه؟ حرام عليك. يا اما هنسيفك. طب ادفع حسب 48. لا الحسه حصلت سنه 92. ادفع. باذن الله. يلا يابا. يلا. ده ايه اللي كان جابني النهارده؟ اتفضل يا عم. يلا تشكر يا العداد بتاعك. خد العداد ومع السلامه. بس انا مؤاخذه بيه، لا مؤاخذه بيه، انا عايز وسط. وسط؟ اي ما بتديش وصولات لحد. مش طالعه. المهم الذمه. لا ندي الوصل، يا ما يقابل واحد لواء دفعتي برضه. لا ما يصحش برضه. هات الوصل. حاضر. اكتب له الوصل على طول. اتفضل. اسمك ايه يا شاطر؟ انا اسمي عوابين محمدين حسنين. اسمك ايه؟ عوابين محمدين حسنين. انتوا اتنين؟ انتوا واحد بس. عوض محمد حسن قص اتنين. استلمنا نحن السيد اللواء مبلغ قدره. طيب شت بمضي. اخرس غاد. ها ايه ده؟ كل دي امضى يا بيه. ايوه امضت لواء يا غبي. اخرس كده بقت مظبوطة. بس ناقص الختم. ناقص الختم. اوكي. ربنا يعمر بيتك يا بيه ويكتر من امثالك. ولا يكتر ليه؟ ما هو كتير اكتر من الهم على القلب. يا حلاوتك. كلته. ايه الحلاوه دي؟ ده وقع مع عفيفي. صحيح. طبعا 5 جنيه. ده انا كنت اموت فيها دي. صحيح. واحنا بنكسب الفلوس دي عشان نبعزقها؟ لا طبعا. سواق نصاب زي ده؟ لا صحيح. بس